بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم إن شاء الله محاضرات الـ Diagnostic Bacteriology في الـ Gram Positive Cocci. وإحنا المحاضرة السابقة تكلمنا عن الـ Staphylococcus Group A أو Staphylococcus pyogenes. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن Staphylococcus agalacti واللي هو سبيشيز آخر من الجينس Staphylococci. وبيقول لي these are only group B streptococci. Group B streptococci are part of normal vaginal flora in 5 إلى 25 of the women. موجود في الفاجينا من 5 إلى 25% من الـ women's كنورمال فلورا. They typically are beta hemolytic and produce zones of hemolysis that are only slightly larger than the colonies. من 1 الى 2 ملم من دايمتر. البيتا هوموليسيس بيكون مش كتير واسع عن الدايمتر تبع الكولوني، وبالتالي هو بيكون يعني حوالينها بطريقه ضيقه ومش متوسع كتير عن مساحه الكولونيز الموجوده اللي هي عامله البيتا هوموليسيس. من اهم البايوكيميكال كاركترستكس للستوكوكس اجلاتي اللي هو الهيدروليز اوف صوديوم هايبوريت. اذا اهم البيوكيميكال كاركترستيك للستوكوكس اجلاكتي اللي هو الهيدروليز صوديوم هايبوريت، وهذا الفحص يعني بسيط. الفكره تبعته انه الستوكوكس اجلاكتي كونتين ان انزيم كولد هايبوريكيز، وهذا الانزيم بيستطيع انه يحطم الصوديوم هايبوريت الى صوديوم بنزويت زائد جلايسين. احنا الجلايسين نستطيع الكشف عنه بواسطه الناينهيدرين، بدينا بيرجول كلر. البيرجول كلر بيكون دلاله على وجود الجلايسين، والجلايسين وجوده دلاله على انه الصوديوم هايبوريت اللي انا حطيته في الوسط مع البكتيريا قد نتج عن تحطيم الصوديوم هايبوريت بواسطه الهايبوريكيز، وبالتالي وجود الهايبوريكيز هو كان دلالة على انه الصوديوم بنزويت والجلاسين قد نتج عن نتيجة تحطيم هذا الانزيم لهذا الملح، وبالتالي وجود هذا الانزيم بدل على وجود ستوكوكاس جلاكتي، وبالتالي بيتم الكشف عنه بالطريقة بالفكرة الموجودة امامنا. اللي في فحص ثاني كمان مهم جدا وهذا مشهور اللي هو الكام تيست، من ضمن الفحوصات برضو اللي ممكن احنا نستدل عليها على وجود الستوكوكس اجلاكتي. الفكرة تبعت الكام تيست الفكرة تبعته بسيطة، وهو انه الفيلوكوكس اوريوس have weak beta hemolysis action on RBCs of RBCs على البلد أجار. الفكرة انه الخط اللي عندي هنا هذا خط الستاف اوريوس. الستاف اوريوس بطبيعتها الخط البيتا هيموليسيس بكونش متوسع عن خط البكتيريا، فبلاحظ انه الهيموليسيس حوالين خط الستاف اوريوس بكون ضيق، ومن البيتا هيموليسيس حوالين خط البكتيريا. لكن في وجود الكام فاكتور، في وجود الكام فاكتور الناتج عن الستوكوكس اجلاكتي، بيكون هناك توسع بشكل كبير في البيتا هيموليسيز، في المساحات البيتا هيموليسيز الناتجة عن التكسير. اذا لو احنا حطينا الخط هذا من البكتيريا من الستوكوكس اجلاكتي والخط بشكل عمودي عليه من الستاف اوريوس، بنلاحظ انه عند نقطة التقاء ما بين خط بكتيريا الستاف اوريوس وخط بكتيريا الستوكوكس اجلاكتي، بنلاحظ انه المنطقة بيتم فيها توسع بشكل كبير للبيتا هيموليسيس. البيتا هيموليسيس طبعا من نتجت هذه؟ نتجت عن انه الستاف اوريوس لما شعرت بالكام فاكتور الناتج عن الستوكوكس اجلاتي اصبح لديها القدرة على عمل بيتا هيموليسيس لمساحة واسعة من الار بي سي زي ما انتم شايفين هنا. لكن لما كان الكام فاكتور بعيد عن البكتيريا في المناطق هذه كان الهيموليسيس ضيق، بيتا هيموليسيس صحيح لكن هو على مساحه ضيقه، بخلاف البيتا هيموليسيس للستاف اوريوس اللي هي قريبه من الستوكوكس اجلاكتي، لانه الستوكوكس اجلاكتي تفرز الكام فاكتور الذي ينشط
ويوسع من قدرة الاستاف أوريوس على تكسير كرات الدم الحمراء بطريقة البيتا هيموليسيس. وبالتالي هذا اللوك أو هذا المنظر اللي احنا شايفينه من سواء على خط على جانبي خط الستوكوكوس أجلاتي من اليمين ومن اليسار، خطين عموديين من الاستاف أوريوس، فبنلاحظ انه الهيموليسيس في المناطق اللي بعيدة عن خط الستوكوكوس أجلاتي بيكون ضيق، أما في المناطق اللي هي محاذية لخط الستوكوكوس أجلاتي بيكون المناطق البيتا هيموليسيس متوسعة بالشكل اللي احنا شايفينه أمامنا. هذا طبعا النتيجة اللي أنا بشوف في المختبر بالمنظر هذا بيكون ناتج دليل على وجود الكام فاكتور، والكام فاكتور هو دليل على انه الميكروب اللي عندي اللي هو المجهول اللي هو ستوكوكوس أجلاتي، وبكون عندي المعلوم هو استاف أوريوس. الباثوجينيسيس للستوكوكوس أجلاتي اللي هو بيقول لي ستوكوكوس بي جروب بي ستوكوكال انفكشن during the first month of life may present as fulminant sepsis meningitis or respiratory distress syndrome. الأمراض اللي بتسببها الستوكوكوس أجلاتي للأطفال المواليد بعمر أشهر تقريبا ممكن تكون fulminant sepsis اللي هي التسمم المفاجئ قد يؤدي للوفاة، والمننجاتس والرسبيراتوري ديستريس سيندروم. الرسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هو بيكون الانفكشن لللانجز بيؤدي إلى تراكم سوائل في داخل الرئتين، واللي بيؤدي إلى عدم قدرة الرئتين على التوسع لاستنشاق الهواء، وهذا طبعا بيؤدي إلى ضيق في التنفس ومشاكل خطيرة جدا. الانترافينوس امبيسيلين جيفن تو مادر هو كاري جروب بي ستريبتوكوكاي اند ار ان لابور بريفنتس كولونايزيشن اوف ذير انفانتس اند جروب بي ستريبتوكوكال ديزيز. كاحتياط عن حتى لا تحدث المشاكل اللي هي زي الفولمنت سيبسيس والمننجاتس والريسبيراتوري ديستريس سيندروم، بيقوموا بيعطوا الام اللي هم بيعطوها الامبيسيلين، وهذا طبعا خصوصي عشان يقضي على جروب بي ستوكوكس في منطقه في اللي هي فتره الحمل، وهذا طبعا بيمنع الكولونايزيشن للجروب بي ستوكوكس انها تعمل مشاكل للانفانت. يعني الامبسلين هنا اجراء احترازي وقائي. نجي لسبيشيز اخر من الستوكوكس وهي الستوكوكس نيمونيا او نوموكوكاي، والستوكوكس نيمونيا هذه جرام بوزيتيف طبعا ديبلوكوكاي بتكون موجوده تحت الميكروسكوب تظهر بشكل لانسيت شيب. الستوكوكس نيمونيا بطبعا جرام بوزيتيف كوكاي وهي ماخده اللانسيت شيب، بمعنى انه الكوكا الشكل الكوكاي تبعها الونجيتد ومن المنتصف مرتفع قليلا بانحناء. اور ارينجد ان تشينز النوموكوكاي بوسيسين كابسول أو بوليساكرايد. من أهم خصائص النوموكوكاي أو الستوكوكس نيمونيا إنه هي تحتوي على كابسول أو بوليساكرايد ذات برميت تايبينج ويد سبيسيفيك أنتسيرا. إحنا مهم جدا الجملة هذه تكونوا يعني مستذكرينها دائما، وهو إنه النوموكوكاي تحتوي على كابسول، الكابسول بطبيعته هو بوليساكرايد، البوليساكرايد هذا متنوع وفي عنده سيرو تايبس كتير خالص. الميزة البوليساكرايد انه هو ميزة البوليساكرايد هذا انه هو انتيجينيك، يستطيع تحفيز جهاز المناعة واخراج انتيبوديز. الان الانتيبوديز اللي بتطلع هي انتيبوديز سبيسيفيك للبوليساكرايد الموجود هنا، لنوع البوليساكرايد الموجود هنا ممكن هنا يكون اكثر من 90 نوع، فكل نوع من 90 نوع إلو بيطلع يستطيع الجسم يطلع أنتي بودي خاص فيه. هذا الكلام إيش معناته؟ هذا الكلام معناته إن إحنا نستطيع إن إحنا نتعرف على طبيعة البوليساكرايد أو طبيعة الكابسول اللي كونتها النوموكوكاي من خلال الأنتي بودي اللي بيرتبط عليها. فإذا ارتبط أنتي بودي معين إحنا عارفينه على الكابسول معناته إحنا عرفنا السيروتايب لهذه الكابسول، ومعناته احنا عرفنا السترينز والسب سترينز للنوموكوكاي اللي موجود لدينا. فهذه يعني جيد احنا طبعا نتطرق لها قدام، جيد ان ننتبه لها.
نوموكوكا ابنورمال انهابيتنت اوف ذا ابر ريسبيرتوري تراكت اوف من 5 الى 40% من الناس. النوموكوكا كان كوز نمونيا، ساينوسايتس، اوتايتس، برونكايتس، بكتيريميا، مننجايتس اند اذر انفكتشوس بروسيس. هذه امراض ممكن تسببها النوموكوكا للانسان رغم انه هي موجوده من 5 الى 40% من الناس. المورفولوجي والايدنتيفيكيشن للنوموكوكاي بقول لي انه التيبيكالي طبعا هي جرام بوزيتيف لانسيت شيب. حكينا ايش يعني لانسيت شيب؟ شيب اند ار اوفن سين ان سبيسمن اوف يانج كلتشرز. في السبيوتم او الباس بنلاقي انه سنجل كوكاي او تشين ار اولسو سين، موجوده بالاشكال التشين والسنجل كوكاي. طبعا حكينا احنا قلنا مع الايج والعمر اذا كانت المزرعه قديمه اورجانيزم الرابط اللي بيكم جرام نيجاتيف، وهذا طبعا مساله غايه في الاهميه ويجب انه يتم تشخيص البكتيريا هذه وهي بتكون بكتيريا جديده ويافعه ما تكونش قديمه على الصحن لانها حتدي لك جرام نيجاتيف. وطبعا تنتولايز سبونتينيوسلي وبتميل الى انه هي يعني تفقد حياتها بالشكل تلقائي. في كمان ميزه انه الاوتولايزس اوف نوموكوكاي از جريتلي انهانس باي سيرفيس اكتيف ايجنتس. في ميزه للنوموكوكاي انه هي ممكن يتم عمل اوتولايزس بواسطه بعض السيرفيس اكتيف ايجنتس زي اللي هو الاوكس بايل. الاوكس بايل اللي هي جايه من الجراس فيد اوكسين او العجول اللي بيسموها الاوكسين العجول، الناس تستخرج منها البايل، فالبايل مستخرجها من العجول الاوكسين تستطيع انها تعمل لايسنس للنوموكوكاي. ممكن يكون غير الاوكس بايلز اللي هو تركيزه 10% ممكن يكون لايسنس للنوموكوكاي اللي بالصوديوم ديوكسيكوليت. كمان هذا از ادد تو بروث كلتشر اور سسبنشن اوف اورجانيزم ات نيوترال بي اتش. في عندنا ايضا اللي هو بريديان ستوكوكاي دو نوت لايز اند ار ذس ايزلي ديفرنشيتد فروم نوموكوكاي. بريديان ستوكوكاي نستطيع ان احنا نميزه عن النوموكوكاي في ان هو ما بنقدرش نعمله لايزز بالمواد السابقه الذكر. على السوليد ميديا ذا جروث اوف نوموكوكاي از انهبيتد اراوند ذا ديسك اوف تشين. النوموكوكاي او ستوكوكاس نيمونيا نستطيع ان نعمل انهبيشن بواسطه انتيباتيك الاوبتشين، والفريديان سيبتوكوكاي ار نوت انهبيتد باي اوبتشين. وبالتالي هي كمان ميزتين نستطيع التمييز بين الفريديان سيبتوكوكاي والنوموكوكاي، انه النوموكوكاي نستطيع نعمل لايزز الى بواسطه الاوكس بايل او الديوكسيكوليت. الميزه الثانيه اللي هو الاوبتشين، الاوبتشين نستطيع عمل انهبيشن للنوموكوكاي ولكن الفريديان سيبتوكوكاي لا يستطيع عمل انهبيشن الها. Other identifying point include capsule swelling test or quelling reaction. من الفحوصات المهمة جدا في تشخيص البكتيريا الستروكوكس نيمونيا اللي هو quelling reaction أو capsule swelling test، وهذا الفحص الفكرة تبعته انه بقول لي النوموكوكاي اوف سيرتين تايب ار ميكست وذ سبيسيفيك انتي بولي ساكارايد سيرم اوف ذا سيم تايب اور وذ بولي فالنت انتي سيرم. الميكروسكوب سلايد ليدنج تو تشينج ان اتس ريفراكتيف اندكس اند ذا كابسول ابييرز سويلد ماركتلي اند ذا اورجانيزم اجلوتينيت باي كروس لينكينج اوف انتي بوديز. الفكره هنا وين الفكره انه في عندنا بولي ساكرايد اللي بتفرزه او بتكونه النوموكوكاي. البولي ساكرايد هذا احنا حكينا انه هو في عندنا منه انواع مختلفه سب تايبس من الكبسول. طبعا الكبسول هذه ما فيش لها نوع واحد، وانما البولي ساكرايد اللي بتكونها الكبسول هي انواع متعدده منها، وهذه الانواع كل نوع منها يستطيع تحفيز جسم الجهاز المناعي لجسم الانسان بحيث انه في النهايه بيخرج سبيسيفيك انتي بوديز للسيرتين تايب اوف بوليساكرايد. يبقى الفكره وين الفكره انه الكابسولز اوف ستريبتوكوكس نيمونيا
تستطيع، هي بطبيعتها هي بوليسكرايد. الآن في عندنا تايبس من هذه البوليسكرايد قد يصل إلى أكثر من 90 تايبس. الآن كل تايب من هذه الأنواع يستطيع تحفيز جهاز المناعة، وجهاز المناعة بيخرج أنتي بوديز مخصص للسبيسيفيك تايب اللي موجود. إذا لما بيطلع عندي أنتي بودي لتايب مثلا رقم 33، الأنتي بوديز اللي طلع لتايب 33 من البوليساكرايد هو لا يمكن أنه يرتبط مع أي تايب آخر، سواء كان 40 15 1 10 ما بيرتبطش عليه. وبالتالي في الحالة هذه الأنتي بودي بيطلع فقط لتايب 33 إذا كان الموجود عندي دخل الجسم تايب 33. طيب الآن هذا الكلام بفيدني بإيش؟ بفيدني إنه لو أنا عندي أنتي بوديز موجودة في سسبنشن، وهذه الأنتي بودي هي من سبيسيفيك لتايب 33، وأنا في عندي إنسان مصاب وأخذت منه السيرم أو أي سامبل ووضعت البكتيريا اللي عزلتها من البيشنت على الانتي بوديز اللي هو تايب 33، اذا ما كانش في تفاعل اجلوتينيشن وارتباط ما بين الانتي بودي والتايب اوف بوليساكرايد او سبيسيفيك تايب اوف بوليساكرايد، معناته البوليساكرايد الموجود مش تايب 33. اما اذا صار ارتباط او صار اجلوتينيشن للبكتيريا معناته ارتبط الانتي بوديز مع السبيسيفيك بوليساكرايد، اذا البوليساكرايد الموجود عندي هو تايب 33 وانا استدليت عليه نتيجه انه معرفتي بالانطبيت الانتي بودي وهو سبيسيفيك لمين من الانتيجينات من الانتيجينز او البوليساكرايدز اللي موجوده على البكتيريا النوموكوكاي. فاذا ارتبط الانتي بوديز مع البوليساكرايد اوف كابسول في الحاله هذه بيصير اختلاف في الريفراكتيف اندكس تحت الميكروسكوب، فتظهر الكبسوله كانها اوسع ومنتفخه، لكن في الحقيقه لا تنتفخ، لكن هي الريفراكتيف اندكس اللي بيحدث للمنظر اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب نتيجه ارتباط الانتي بودي سبيسيفيكالي مع البوليساكرايد بيؤدي الى تغير في الريفراكتيف اندكس، وبالتالي انا بشوفها تحت الميكروسكوب بطريقه اوسع، فتظهر انه هي كانها سويلد منتفخه. طبعا هذا الارتباط ممكن يكون ارتباط اذا انا بدي الهدف من هذا الفحص ان انا اعرف نوع الكابسول نوع البوليساكرايد للكابسول، معناته انا لازم اجيب سبيسيفيك انتي بوديز او انواع من الانتي بوديز واشوف هو بيرتبط البكتيريا ارتبطت مع مين، وبالتالي انا بعرف السيروتايب للكبسول هي تابعه لمين من خلال معرفتي المسبقه بطبيعه الانتي بودي. اما اذا انا بدي اكشف عن الستوكوكس على انها هي نوموكوكاي ولا مش نوموكوكاي بالكوالينج تيست، ممكن انا اجيب زي ما بقول هنا بولي فيلنت سير انتي سيرم. بولي فيلنت انتي سيرم اللي هو السيرم بيكون موجود عندي انتي بوديز تستطيع انها ترتبط على اي نوع من البوليساكرايد اللي هو موجود على الكبسول، وبالتالي هنا مش ضروري ان استخدم سبيسيفيك انتي بودي، وبالتالي لان انا بديش ادور على سيروتايب، انا بدي ادور على وجود الكبسول بذات نفسه، وبالتالي الكبسول ذات نفسه مش مهم ان انا اجيب سبيسيفيك انتي بودي، المهم اجيب اي انتي بودي بيرتبط على اي كبسول من الكبسولز اللي هو الستوكوكس نيمونيا، وبالتالي انا ممكن استخدم البولي فيلنت انتي سيرم اللي ممكن ترتبط على الكابسولز بغض النظر ايش نوع السيروتايب، وهذا طبعا برضه حيطلع لي اللي هو اللوك تبع السوولن كابسول. نستخدم انتي بوليساكرايد، يبقى انا ممكن استخدم في فحص كولين تيست انتي بوليساكرايد اللي هو سبيسيفيك للبوليساكرايدز الموجوده في الكابسول، او بولي فيلنت سيرم اللي هو انتي بوديز تستطيع ترتبط على اي بوليساكرايد موجود في الكبسول، وفي النتيجه بصير في عندي اختلاف في الريفراكتيف اندكس، وبالتالي بصير في تظهر الكبسول على اساس انها سويلنج وبتكون بشكل اعرض واوسع من النيجاتيف ريزلت. بقول this reaction is useful for rapid identification and for typing of organisms either in sputum or in culture.
البوليفيلنت انتي سيرم ويتش كونتين انتي بودي تو اول اوف ذا تايبس. اذا ميزه البوليفيلنت انتي سيرم اللي هو السيرم اللي بيرتبط على اي نوع من انواع البوليسكرايد التابع للكبسول. وبالتالي هنا بدنا نميز ما بين انه انت بدك تكشف عن السوالينج تيست فقط على اساس انه انت بدك تشخص بكتيريا النوموكوكاي ولا انت بدك تشخص السيروتايب. اذا بدك تشخص السيروتايب بدك تجيب سبيسيفيك انتي سيرم وتشتغل على اساس انه انت بدك تعرف وتميز اللي هو السيروتايب هذا للكبسول. اما اذا انت بدك تشتغل على معرفة وجود الكبسول من عدم وجودها باساس انه احنا بدنا نشخص النوموكوكاي، هي تستطيع انك انت تستخدم البوليفيلنت سيرم. والبوليفيلنت سيرم قلنا انتي بودي يستطيع ارتباط على اي تايب من انواع الكبسول، لانه احنا ما بتفرقش معنا انهم يكون عنا اتاكد انه في كبسول موجوده. هنا بقول لي از ا جود ريجن فور رابيد مايكروسكوبيك ديترمينيشن اوف ويذر اور نوت نيموكوكاي ار بريزنت ان فريش سبيوتا. اذا من الحكمه انه انا في البدايه ان انا اعرف ان انا بتعامل مع نيموكوكاي ولا لا. إذا أنا بدي أعرف إن أنا بتعامل مع بكتيريا نوموكوكاي أم لا، أنا بستخدم البولي فيلنت سيرم، لأنه هو بغض النظر نوع السيروتايب تبع نوموكوكاي هو حيقول لي إنه أنت عندك نوموكوكاي ولا لا، من الصدق إنه هو حيقول لي إنه أنا عندي كبسول ولا ما عنديش كبسول. الآن إذا قال لي إنه الكوالينج تيست قال لي إنه في كبسول وبالتالي هذه بكتيريا نوموكوكاي، تستطيع تنتقل للمرحلة الأخرى وهي إنك أنت تستخدم سبيسيفيك أنتي سيرم وتكون عارف ايش نوعه، وبالتالي تستطيع تحديد من معرفتك بالسبيسيفيك انتي بودي تستطيع تحديد نوع البكتيريا اللي موجود او السيروتايب التابع للنوموكوكاي الموجود عندك. هذه الصورتين للكوالينج تيست اللي موجوده، الصوره اللي ال 1A اللي على الشمال هو نيجاتيف تيست واللي على اليمين هي بوزيتيف تيست. بتلاحظوا انه الكبسول اللي حول البكتيريا والكبسول طبعا حوالين البكتيريا، وبتلاحظ انه الكبسول مديه شكل للبكتيريا اوسع واعرض من الشكل في النيجاتيف ريزلت. الستوكوكس نيمونيا اذا بدنا نزرعها بقول لي فور سمول راوند كولونيز على الاوساط البكتيريه، بتدي لي سمول راوند كولونيز ات فيرست دوم شيب وليتر ديفلوبينج سنترال بلاتيو ويذ ان اليفيتد ريم. يعني في الاول بتديني شكل القبه، بعدين بعد يومين ثلاثة بتديني شكل التلة أو الارتفاع مع ضرب حواف مرتفعة. النوموكوكاي ألفا هيمولاتيك بلاد أجار، طبيعتها هي ألفا هيمولاتيك، وإذا بدك تشوف الألفا هيموليسيز بتحاول أنك أنت تنميها على 5-10% CO2. طبعا قلنا هذا الكلام بيتم من خلال الكاندل جار تيست أو بروسيجر. الجروث كاركترستيك بقول لي موست انرجي از اوبتيند فروم فيرمنتيشن اوف جلوكوز، هي جلوكوز فيرمنتر وبتستطيع انها تعمل فيرمنتيشن لهذا السكر لاستهلاك لانتاج الطاقه. This accompanied by rapid production of lactic acid which limit growth. طبعا الفيرمنتيشن للجلوكوز في جميع البكتيريا بيصاحبوا انتاج اورجانيك اسيد، وهذا طبعا بيؤدي الى الحد من نمو البكتيريا في الأوساط الغذائية المغلقة لما تكون في فلاسك مثلا. وهذا الكلام كان بيناه في المحاضرة الأولى عن طريق الجروث كير. بالنسبة للستوكوكس نيمونيا هي تعمل فيرمنتيشن للجلوكوز وينتج عن هذا الفيرمنتيشن إنتاج كمية من اللاكتيك أسيد التي تستطيع أنها تحد من عملية النمو لاحقا. لكن إذا بنعمل نيوتراليزيشن أوف جروث with alkali at intervals result in massive growth. إذا إحنا في عنا بدنا نعمل عملية تكثير لهذه البكتيريا أو بدنا نعمل fermentation بشكل كبير جدا وبنخليش اللاكتيك أسيد يحد من نمو هذه البكتيريا، نعمل neutralization بواسطة مواد قلوية هذه على intervals بتم إضافتها على فترات متباعدة، بنلاحظ انه يؤدي الى ماسيف جروث لانه بالطبيعي انه انت باللاكتيك اسيد بتعادله وبالتالي تبطل تاثيره، وبالتالي تستطيع البكتيريا ان تستمر في النمو بشكل كبير وتنتج كميات ضخمه من هذه البكتيريا. الفاريشن للستوكوكس
نيمونيا. بقول لي النموكوكا الازويه ده برودوس لارج امونت اوف كبسول برودوس لارج ميوكويد كولونيز. طبعا الكبسولز اللي لما تنتج من قبل البكتيريا بيصاحبها مظهر او اللي هو ميوكويد كولونيز اللي بتكون موجوده على الاوساط البكتيريه، والميوكويد هذه نتيجه انتاج الكبسول زي مثلا في بكتيريا الكليبسيلا. وطبعا لانه بتنتج كميات كبيره من الكبسول بنلاقي انه في لارج ميوكويد كولونيز. الميوكويد كولونيز اللي هي الكولونيز ذات طبيعه مخاطيه. بقول الكبسول برودكشن از نوت اسينشال فور جروث، وهذه ملاحظه مهمه. الكبسول احنا ذكرنا فيما سبق انه هي عباره عن ريسك فاكتور، ووظيفتها الاساسيه انه حمايه البكتيريا من الفاجوسايتيك سيلز التابعه للاميون سيستم. بالنسبه للكبسول التي تنمو على الاجار ميديوم، طبعا لا في فاجوسايتيك سيلز ولا في اميون سيستم ولا في انتي بوديز، وبالتالي الدافع لانتاج وتكوين الكبسول مش موجود. فبنلاحظ انه مع تكرار السب كلتشر للنوموكوكاي على الاوساط البكتيريه سيفقد البكتيريا الحافز على انتاج الكبسول، وبالتالي اكثر من عمليه سب كلتشر اذا حدثت للبكتيريا حلاقي اختفاء بعد قليل او بعد ايام او بعد عده سب كلتشر حلاقي اختفاء اللي هو الكبسول. لكن اذا رجعنا البكتيريا اللي هي اختفت من الكبسول رجعناها وادخلناها في حيوانات التجارب كالفئران، بنلاحظ انه تستطيع انه هي استرجاع تكوين الكبسول لانه تعرضت في داخل الفار الى جهاز المناعه، وبالتالي الكبسول نستطيع ان نكون عنها ان هي انديوسبل فورم كبسول، لانه يعني تنتج وتصنع او يتم تكوينها لما يكون هناك في حافز لانتاجها، والحافز اللي هو قوه جهاز المناعه ورده فعله. الانتيجين الجينيك ستراكشر للنوموكوكاي، بقول النوموكوكال سيل وول هاز بيبتيدوغليكان اند تيكويك اسيد لايك اذر ستريبتوكوكاي. الكبسول بوليساكرات از كوفالنتلي باوند تو ذا بيبتيدوغليكان اند تو ذا سيل وول اوف بوليساكرايد. الكبسول البوليساكرات از اميونولوجيكالي ديستينكت فور ايتش مور ذان 90 تايب. وهذا الكلام اللي احنا حكيناه، في عندنا اكثر من 90 تايبس من الكبسولار بوليساكرايدز، اكثر من 90 نوع من الكبسولار بوليساكرايد. كل نوع من ال 90 نوع اذا يستطيع انه يحفز الجسم لانتاج سبيسيفيك انتي بوديز، يعني عندي ممكن يطلع عندي 90 نوع من الانتي بوديز ل 90 نوع من البوليس الكبسولار بوليساكرايد، وكل نوع من هذه 90 لا يمكن انه يرتبط مع الانواع الاخرى. فالانتي بودي اللي بيطلع هو سبيسيفيك للنوع المخصص اللي حفز انتاجه، وهذا طبعا بيساعد كثير جدا جدا في تشخيص السيروتايب للبكتيريا النوموكوكاي. بالنسبة للباثوجينيسيز للنوموكوكاي، بالنسبة للأدلتس بيقول لي إنه طبعا خلص إحنا لما قلنا 90 نوع فإحنا شخص فرزناها من 1 لـ90، فبيقول لي من التايبس من 1 لـ8. بالنسبة للأدلتس ريسبونسبل فور أباوت 75 من حالات النوموكوكا النيمونيا and for more than half of all fatalities in نوموكوكا البكتيريميا. هذا بالنسبة للأدلتس اللي هو أنواع من 1 إلى 8. بالنسبة للأطفال الـ 16، الـ 6 والـ 14 والـ 9 والـ 23 are frequently causes اللي هو النمونيا. النوموكوكال بروديوس ديزيز ثرو ذير ابيليتي تو ملتيبلاي ان تيشوز. المشكلة إنه هذه النمونيا تستطيع النوموكوكاي تستطيع إنها تعمل ملتيبليكيشن داخل أنسجة الإنسان، وطبعا البروديوس كميات كبيرة وهامة وخطيرة من التوكسينز. الـ virulence of the organism is a function of its capsule. قلنا أن الكبسول هو virulence factor which prevent or delay ingestion by phagocytes، وحكينا الكلام هذا. Serum that contain antibodies against type specific polysaccharide protect against infection. فإذا كان داخل الميكروب إلى الجسم وطبعا في بوليساكرايد، فالجسم يستطيع إنتاج أنتي بوديز للسبيسيفيك كابسولار بوليساكرايد، وبيستطيع هذا الأنتي بودي إنه يعمل
حد لفاعليه البولي ساكرايد. بقول لي هنا السيرم اللي هو كونتين سبيسيفيك تايب للبولي ساكرايد بروتكت اجنست انفكشن، يستطيع حمايه الانسان من الانفكشن ويستطيع تحييد البكتيريا من انها تكمل دوره حياتها. الانيمالز اور هيومن ايمونايز وذ ا جيفن تايب اوف نوموكوكال بولي ساكرايد ار سبسيكوينتلي ايميون تو ذات تايب اوف نوموكوكس. اذا كان فقط فرضا انه احنا عملنا ايمونايزيشن لانسان ضد مثلا تايب 50 واعطيناه انتي بوديز لتايب 50 من الكابسولار بولي ساكرايد، الان هو صار ايمونايز لتايب 50 نوموكوكاي. اما الانواع الاخرى فهو نوت ايمونايز، وبالتالي ليه؟ لانه الانتي بودي اللي عنده سبيسيفيك لتايب 50. واللي هنا انه لانه من 40 ل 70 من الناس ار ات سام تايم كارير للفيرولنت نيموكوكاي، ممكن يكونوا كارير للفيرولنت نيموكوكاي الانواع اللي بتكون خطيره تحدث امراض. طيب كيف هي كارير وهي كيف بتكون هي كارير في نفس الوقت الموجود عندي فيرولنت نيموكوكاي؟ اذا لا يمكن انه يستقيم انه يكون هذا الميكروب كارير، يكون هذا الانسان كارير لميكروب فيرولنت نيموكوكاي الا اذا كان يمتلك ادوات حمايه. عشان هيك بقول لي النورمال ريسبيراتوري ميوكوزا ماست بوسيس جريت ناتشرال ريزيستنس. في الحاله هذه يجب ان يكون الميوكوزا المغلف للريسبيراتوري تراك بيحمل ادوات ريزيستنس ضد النيموكوكس. طيب among the factors that probably lower this resistance and thus predispose to the pneumococcal infection are the following. الان الريسبيراتوري ميوكوزا هي الاداء الضامن لعدم قدره الفيرولنت ستريبتوكوكس انها تكون او تسبب امراض للانسان، وبالتالي يبقى هذا الانسان فقط كارير مش بيشنت، يبقى كارير. اذا هو كارير رغم انه في عنده يحمل في جهازه التنفسي نورمال ريسبيراتوري ميوكوزا، الميوكوزا المبطنه للجهاز التنفسي للانسان وخصوصا الابر ريسبيراتوري تراك بيكون فيها تحتوي على ادوات مقاومه للنوموكوكس. طيب هذه الادوات اذا كان الانسان تعرض لظروف معينه ادت الى هبوط في فعاليه هذه الادوات او اختفائها، هذا بيؤدي الى ظهور النمونيا في الجهاز التنفسي. طيب هي ايش الادوات اللي موجوده او ايش العوامل بتؤدي الى تخفيض فعاليه هذه الادوات؟ قال لك الفيرال اند اذر ريسبيرتوري تراك انفكشن ذات دامج سيرفيس سيلز. الشيء الخطير انه ممكن هنا السكندري انفكشن او الاوبورتونستيك انفكشن، انه الانسان يتعرض لاصابه فيروسيه او اصابه بكتيريه في الجهاز التنفسي فتضعف المناعه في هذه المنطقه. الان الانسان الكارير للفيرولنت نوموكوكاي تشعر بضعف هذه المنطقه وبضعف طبقه الميوكوزا اللي هي حاميه للجهاز التنفسي، فبتبدأ تعمل اللي هو أمراض نيمونيا له نتيجة وجود إصابات سابقة مهدت الطريق لإصابة اللي هو النوموكوكاي. النوع الثاني من العوامل اللي بيؤدي إلى ضعف مناعتك ضد الفيرولنت النوموكوكاي اللي هو abnormal accumulation of mucus، اللي هو زي ما حكينا إنه الميوكس يعني عامل من عوامل الحماية، لكن زيادة تراكم الميوكس برضو هذا مشكلة كبيرة بتؤدي الى خطوره كبيره. يتراكم الميوكس بشكل كبير في حاله الالرجي which protect pneumococci from phagocytosis، انتاج كميات كبيره من الميوكس يؤدي الى تعطيل عمليه الفاجوسايتوزيس ضد الفيرونت ستوكوكاي. العامل الثالث اللي هو البرونكيال اوبستراكشن زي الاتاليكتاسيس and respiratory tract injury due to irritant disturbing its mucociliary function. الآن في بعض الحالات بيكون في انسداد أو انسداد جزء كبير للبرونكي، وفي حالات بيكون في تعطيل للciliary function. الciliary function اللي هو الأهداب اللي هي بتكون لها حركة مستمرة من أسفل إلى أعلى طاردة
الميوكاس الى الخارج حاملا معه اللي هو النوموكوكاي، وطبعا بيتم طرد جزء من الميوكاس وتكوين الجسم لطبقه جديده، وبالتالي كل طبقه بيتم تلوثها من خلال استنشاق الهواء الملوث وتراكم البكتيريا عليه، بيتم طرد هذه الطبقه من الميوكاس وتكوين طبقه جديده. الان اللي بيقوم بالحركه هذه اللي هو السيلياري فانكشن، تناول الكحول او الدراج انتوكسيكيشن ممكن يعمل ديبريسز للفاجوسايتك اكتيفيتي، ممكن يعمل ديبريسز للكف والريفلكس. الكف ريفلكس اللي هو القحه بذات نفسها هي مهمه ومهمه جدا، انه هي بتطرد وتساعد على اخراج اللي هو الميوكس اللي بتحمل بالبكتيريا، ونحن بحاجه الى اخراجه من الريسبيراتوري تراك وتجديده، فالكف بتساعدنا على هذا الامر. بعض الادويه زي الكحول والدراجز الاخرى زي الانتوكسيكيشن ممكن تعمل تثبيط للكف ريفلكس، ونعمل تثبيط للفاجوسايتك اكتيفيتي، وممكن تعمل فاسيليتيت اسبيريشن اوف فورين ماتيريال. بعض الادويه تعمل بتسهل عمليه استنشاق للفورين ماتيريالز، الماتيريالز يعني اخرى غريبه عن الجهاز التنفسي. Abnormal circulation dynamics برضو من الاشياء اللي بتشكل خطر على تثبيط الادوات مناعتنا الطبيعيه في جهاز التنفس ضد النوموكوكاي، اللي هو تثبيط في كفاءه الجهاز الدوري نتيجه فشل في القلب او ما الى ذلك. برضو في بعض الميكانيزم زي المال نوتريشن، سوء التغذيه، جنرال ديبيليتي، اعياء عام وتوعك عام وارهاق عام، سيكل سيل انيميا، هايبوسبلينيزم، نيفروزيز اور كومبلمنت ديفيشنسي، كل هذه عوامل بتؤدي الى انه الادوات الطبيعيه اللي موجوده في الجهاز التنفسي اللي هي تتعلق بالميوكاس او طبقه الميوكاس اللي بتحمينا من مفاديه من امكانيه نفاذ هذه البكتيريا الى الانسجه، ممكن كل الاشياء هذه اللي ذكرناها تعمل تعطيل، يتم تعطيلها بواسطة الأشياء اللي هي تم ذكرها الآن. بالنسبة للدياجنوستيك لابوراتوري تيست، يعني ممكن احنا ناخد عينة بلاد، ممكن ناخد عينة سي اس اف، ممكن ناخد عينة سويتم حسب الإصابة. السبيوتم بقول لي السيرم انتي بادي تيست ار ام براكتين، مش عملي ومش فعال كثير ان اللي هو السيرم انتي بادي تيست. السبيوتم may be examined in several ways. ممكن نستخدم يعني بناخذ احنا جرامستين فيلم اوف راستي ريد سبيوتم، بفضل انها تكون راستي ريد سبيوتم. راستي ريد سبيوتم تكون المخاط اللي بناخذه من المريض بيكون فيه دم، والدم هذا بيكون لونه لون الصدأ الحديد، يعني بيكون قديم شويه، وهذا بدل على انه فعلا يعني هذه المنطقه افضل منطقه لعمل الستيننج الها. طبعا في الكابسولار سويلنج تيست مهم جدا، وذكرنا ايش الفكره تبعته. بالنسبه لزراعه البكتيريا النوموكوكاي، احنا بنزرعها على بلاد اجار على سي او 2 على اساس انه هي حفز الالفا هيموليسيز، وعلى البلاد اجار كورنيس شو تيبيكال الفا هيموليسيز. قلنا بلاد كلتشر از اولسو تيكن، نستطيع اخذ البلاد كلتشر في الزراعه وتشخيص البكتيريا. طبعا الدياجنوستيك لابوراتوري يعني مهم جدا احنا نكون عارفينه، والتشخيص الستريبتوكوكس نيمونيا اللي هو وجودها وتشخيصها وتحديدها بالخلاف انواع اخرى من السبيشيز ستريبتوكوكس سبيشيز، زي ما حكينا السمير للسبيوتم والسويلينج تيست، هذا طبعا مهم جدا. هذا بما يخص الستريبتوكوكس نيمونيا، ان شاء الله نستكمل في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.